مشرفنا ومنورنا النهاردة لأول مرة في ملعب 90-90 على الراديو 90-90. صباح الفل يا باشمهندس. صباح النور عليك يا كابتن إبراهيم وعلى سادة المستمعين جميعا. كابتن يعني أنا عايز أبتدي معاك من الآخر. أيوة. إيه اللي بيحصل في النادي الأهلي؟ كل خير بإذن الله. دي بداية مبشرة. أيوة بإذن الله. طيب الناس زعلانة، جماهير النادي الاهلي بتقول لا النادي الاهلي بعيد، مش هو ده النادي الاهلي، فين الـ فين الـ فين الـ الاهلي اللي بطولة الدوري بيبقى ضامنها وهو داخل فيها. شوف يا هقول لك ابراهيم، انت يعني زي ابني. المأزق اللي في النادي الاهلي مش بسبب يعني تقاعس حالي، ولكن بسبب تفوق سابق. حلو. حلو يعني طبعا، لانك الصوره اللي كان فيها النادي الاهلي، وانا ربنا يعني كرمني جدا ان اكون جزء من هذا المشهد واعيشه واستمتع بيه واكون جزء منه. لم يحدث على مدى تاريخ الانديه، مش هقول في النادي الاهلي ولا في مصر، ولا انك تبقى داخل الموسم وانت النتيجه في جيبك في كل الاصعده، وبعدين تحقق الارقام القياسيه وتقتحم العالميه وتروح، مش بس يعني تقف في الصوره كده على جنب، لا ده انت تدي كتف يمين وشمال وتلاقيك متسنطر في الصوره الدوليه وتتربع على عرش انديه العالم الاكثر تتويجا بالالقاب القاريه والدوليه. النجاح الساحق ده هو مأزق للمستقبل، لان اي خدش، اي عوده الى المشهد الطبيعي شويه، انك تكسب وتتغلب، وانك تكسب مثلا سنتين ويضيع منك سنه، وتكسب بطولتين ويضيع منك اتنين، كلام في ثقافه السنين الاخيره مش موجود عند مشجعي النادي الاهلي وجماهيره وحتى خصومه او منافسيه. طب ما دي حاجه كويسه. كويسه بس بتشكل صعوبه. لانك انت عشان تحافظ على الصوره دي محتاج انك تتمسك قوي 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 بثوابتها وتتمسك باسبابها، واكتر من كده يصادفك التوفيق ايضا في الاستمراريه. يعني هو انت كل كام سنه يجي لك بركات وابو تريكه وعماد النحاس وعصام الحضري، ومش عايز اعد النجوم دي كلها، النجوم كلها وتخش كده يروح المنتخب تبقى عارف ان الناس دي هتعمل ايه في المنتخب وتنقل الكره المصريه الى اي مدى. ومأزق النادي الأهلي اليوم هو مأزق الكرة المصرية والمنتخب. تجد كل الأمور ماشية بترمومتر النادي الأهلي. اللي يطمنك شوية، عايز تتكلم حاجة تقصد المنتخب، إنه الأهلي كويس المنتخب كويس. بالتأكيد بالتأكيد. لأن أنت بتاخد لما يكون عظمك وجهازك الهيكلي الرئيسي من لعيبة نادي حافظين بعض، حافظين فلسفة الأداء، حافظين نسق الخططي والالتزام والانتظام، ما فيش مدرب المنتخب ما مش بيضيع وقته غير في انه يعمل التدعيم في 2-3 من خارج هذه التشكيله. طيب زي انا بس عشان ما انساش، حضراتكم كمان لازم تشتركوا معانا في الحوار وابعتوا رسائلكم للمهندس عادل القيعي، هيجاوب على كل حاجه على 91.9 او على صفحتنا الراديو 90.90. ابعتوا كل حاجه انتوا عايزينها من صفحتنا على الفيسبوك، والمهندس عادل هيجاوب على كل حاجه ان شاء الله. ما هو برضه يا باشمهندس، زي ما كان اتوجد ابو تريكه من العدم واتوجد عصام الحضري من العدم، كل دول جم ما هماش النجوم بقى اللي يكسروا الدنيا. دلوقتي النادي الاهلي ما هو فيه اسماء كبيره اهي، في عبد الله السعيد وفي وليد سليمان وفي عماد متعب وعد لا في وهو دي كانت جزء من الخطه اللي كانت مستمره، انك تحاول تقرب من النماذج اللي موجوده عندك. فكان الدعم بوليد سليمان وعبد الله السعيد وسيد حمدي ومجموعه كده، انك تظل محافظ على التقارب المستويات. دلوقتي الكره المصريه ككل خاضعه للتجديد. يعني اذا كنت انت وانا داخل انت سالتني كده سؤال قبل ما تقوله لي هجاوب لك انا عليه. كنت بتقول لي يعني طب هو انت يعني راضي على النادي الاهلي، انت يعني تبدو مدافعا او يعني بتبرر الموقف اللي انت فيه. لا طبعا مش راضي والكل الناس مش راضيه،
وغالبا المسؤولين عن الوضع مش مطمئنين ومش راضيين على اللحظه دي. بس مش عدم الرضا مش نتيجه ايه زي يعني لا انهيار ولا قصور ولا انما هي فاتوره التجديد. مختلف شويه طبعا. لو انا كان ليا راي في امور لا كنت هتجد دعم ممكن الى حد ما يختلف بعض الشيء. لا انا عندي الملف بتاع الصفقات ده، انا هتكلم فيه بالتفصيل، ده انا محمل بكميه رسائل غير طبيعيه اول لما الناس عرفت ان المهندس عادل القايم مش عارف. انما عزيز ابراهيم لما تيجي المنتخبات وتبص تلاقي المنتخب الاولمبي عدد كبير من ابناء النادي الاهلي بيخش، واللي بيخرج مصاب. يعني كان ليك 6-7 على الاقل في 4 منهم دايما في المنتخب الاولمبي. لما تشوف المنتخب الكبير 9-10-11-12 ماشيه في السكه دي. فاذا العناصر البشريه والمواهب موجوده داخل النادي الاهلي. هل انت واخد منها افضل ما يمكن؟ انا مختلف شويه. الناشئين في ناشئين وفي حتى يعني من الدعم الخارجي. الناس برضه عماله تستغرب فين رمضان صبحي؟ ليه كريم بامبو ما بيلعبش؟ ليه الاسماء ديت ما بتلعبش؟ كابتن عدلي عايز اعرف من حضرتك وجاوبني بصراحه، هل حضرتك راضي عن جريده؟ بص انا جريده طبعا من اول سنه بقول لازم ان انا اشوف واخد فرصته بالكامل وصعب الحكم عليه، لكن انت وانت بتتفرج هو بيفاجئك بفكر ربما الايام تثبت انه اللي صح واحنا اللي مش صح. ازاي انك انت تسافر تلعب من غير راس حربه. راس حربه بيسجل الاجوان كلها للفرقه. يعني غير راس حربه. يعني ما هو راس الحربه ما هو ده متعب اللي هو مكسر الدنيا. انا معلش مش عايز اكون انا كوتشي، انا بقول لك انا دي ثقافتي اللي تعودت عليها. ما هو ممكن يبقى جنبي وما استفدش منه والعب زي ما انا عايز، لكن اصلا انا رايح من غير احمد عبد الظاهر ورايح من غير احمد متحب ورايح عنده الولد الافريقي لوحده بيتر. لكن هل هو عايز يلعب الاهلي بطريقه التيكاتاكا بتاعت اسبانيا؟ ممكن ولذلك هو تجد مكثف او في خط الوسط بيستحوذ وبتاع، الخطوره مش عاليه، وخصوصا برضو ان صدفه الحقيقه يعني، واحنا عشان نكون بس ايه موضوعيين ومنصفين. طبعا لما يصاب عنده جده ويصاب عنده عمرو جمال تحديدا بقى عمرو جمال فرود مصر الاول، بالتاكيد دي اثرت كتير جدا على اداء النادي الاهلي وطريقه تشكيل الفريق. قد نختلف لان تعودنا على ثقافه ثانيه واداء ثاني وانجاز ثاني، لكن هل يعني بص انا اكلمك بصراحه ينفع نقارن جوزيب؟ لا ما تنفعش تقارن جوزيب اي حد. مش لاني منبهر قوي بيه يعني. انا عارف ميزاته وعارف عيوبه. لكن اللي عمله جوزيه مين هيعمله؟ مفيش. بص عبقريه جوزيه كانت في حاجتين مهمين جدا. قدرته على السيطره على الفريق اللي مليان نجوم كل واحد منهم يوقع كوتش. يعني اذا اختصم هو مع نجم من اللي كانوا في النادي الاهلي لو اي واحد مكانه لا يهمدوه. فكان في سيطره بالخوف وبالحب وبالاحترام وبالقناعه، معادله صعبه جدا. نمره 2 الراجل ده يعني مع الله يرحمه كابتن الجوهري، الاثنين اللي كانوا ماشيين بشكل بيدوا للناحيه النفسيه والجانب الشخصي والثقافه اللي يجب غرسها في اللعيبه كانوا بيدوها على اعلى مستوى. على اعلى مستوى. فهنا المقارنه صعبه، مش العلم في الكتب والتدريب في الخبرات، وهتلاقي الناس وجهه نظرها ككوتشنج بتختلف، لكن انك تجد الشخصيه اللي تمسك مجموعه من البشر تخرج افضل ما لديها هو ده الفارق. لو استطاع جريده ان يستخرج من مجموعه الاهلي افضل ما لديها هيعيد امجاد النادي الاهلي، لانها مش مرتبطه بايدك بقى. طيب طول ما الموضوع في ايدك انت تقدر تقول عندي فرص، لكن البدايه المتعثره مأثره على الموقف الراهن يعني. عزت صبري بيقول صباح الفل بيصبح علينا وبيقول للباشمهندس خليه يقرب من المايك، ممكن حضرتك تقرب المايك بس كده زي الفل. محمد شحاته السلام عليكم ورحمه الله وبيصبح على حضرتك. جون كريستوفر بيقول صباح الفل عليكم وبيتكلم على نادي الزمالك وبيقول ان فيريرا طول ما موجود في نادي الزمالك هينزل لتحت. هو انا مش ايه اللي عمله في مش عارف بصراحه يعني لسه الراجل ما عملش حاجه. لا هم يعني زعلانين عشان التعادل الافريقي ده. لكن ما هو لازم نقبل بكل النتائج يعني. هو لسه الراجل عنده فرص في افريقيا، متصدر الدوري، ما
يعني ما حصلوش اي نوع من انواع المفاجآت اللي تقدر تهز ثقتك فيه، فبرضه نوع من التعجل في اتخاذ الاحكام.